الاهلي الافريقيه. هتكلم بالمناسبه على الصفقات لان في جزئيات مهمه جدا لازم تتوضح لجماهير النادي الاهلي. خلينا كمان بس نروح للقائمه المحليه اللي اكيد اللي متواجد فيها هم هؤلاء اللاعبين اللي موجودين في القائمه الافريقيه، لكن في البعض منهم ما تمش كده في القائمه الافريقيه، ابرزهم محمود عبد المنعم كهربا في انتظار حل الازمه الخاصه به، بخلاف كمان عمار حمدي اللي لسه ما تم شفائه بشكل كامل من اصابه الرباط الصليبي وقدامه بتاع حوالي من 3-4 اسابيع ويكون جاهز باذن الله تعالى. في كمان اكيد عناصر اخرى مثلا مش مقيده في القائمه المحليه. الناس هتسالني على مغربي ومصطفى سعد، هم ليه مش موجودين في القائمه المحليه؟ عشان دول يا جماعه مواليد 2001 ومقيدين تحت السن، لكن في نفس الوقت هم تم قيدهم بشكل رسمي في القائمه الافريقيه. في عدد من الاستفسارات القليله اللي دايما لازم تتوضح بالنسبه للجماهير. يعني هتقول لي ما هو مغربي مقيد اهو في القائمه المحليه، لا هو يعني دي ممكن تكون نازله بالشكل ده في الاعلان اللي قدامكم او في البوست ده، لكن هو المفروض ان هو بيبقى مقيد تحت السن مغربي هو مصطفى سعد، بدليل ان مصطفى سعد مش موجود في القائمه المحليه لانه مقيد تحت السن. فدي جزئيات مهمه. ده كمان بخصوص القائمه المحليه. قائمه الانتظار والكلام كان عليها كتير جدا، وبالتحديد على صلاح محسن لاعب النادي الاهلي الحالي حتى هذه اللحظات. ليه كل التقدير وليه كل الاحترام، واحد من اللعيبة المميزة الموهوبة، بس ما كانش موفق مع الفريق خلال مراحل كتير جدا سابقة، وأبرز المراحل دي اللي هي في نهاية بطولة الدوري لما خد عدد من الدقائق وما كانش موفق فيها بشكل كبير. هل معنى كده أن يبقى في تقليل من صلاح محسن؟ طبعا لا، طبعا لا، ده لعيب على قوة الأهلي ولعيب مميز. وحتى لو أي لعيب يا جماعة مش على قوة الأهلي ليه كل الاحترام والتقدير، وكل لعيب بيبص لمستقبله من وجهة نظره، وفي نفس الوقت الاهلي بيشوف برضه مستقبل الفرقه من وجهه نظره، وفي نفس الوقت تاني صلاح محسن فيه قناعه كبيره قوي بامكانياته. هتقول لي امال ليه اتحط في قائمه الانتظار؟ لانه مش موفق الفتره الاخيره، محتاج يخرج اعار يستعيد مستواه بشكل كبير ويرجع باذن الله يكون اضافه للنادي الاهلي. المؤكد ان صلاح محسن قدامه فرصه لحد يوم 10 اكتوبر اللي هو اخر موعد للانتقالات الصيفيه في مصر. غلق باب القيد هيكون يوم 10 اكتوبر. فقدامه فرصة لو في عرض هو واقف عليه أو وافق عليه عفوا، فبالتالي هتبقى فرصة انه يخرج ويلعب ومش هيبقى فيه أي مشكلة خالص. هل هيخرج؟ ممكن يكون عن طريق البيع، عن طريق فسخ التعاقد، دي أمور كلها مستبعدة. صلاح محسن لو خرج من النادي الأهلي هيبقى على سبيل الإعارة نظرا لقناعة النادي بإمكانياته المميزة. لكن في برضه يعني إيه تأكيد على إن اللاعب ما كانش موفق خلال الفترة اللي فاتت مع الفريق. فأبرز العناصر في قائمة الانتظار هو صلاح محسن، نتمنى له يا رب كل التوفيق ويرجع للنادي الأهلي لو خرج إعارة يرجع بأفضل صورة ممكنة. مصطفى فوزي كمان اللي بيقترب من إحدى الأندية ننتظر برضه الإعلان الرسمي، ومحمد النجار ده أحد اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين في النادي الأهلي، نتمنى لهم جميعا كل التوفيق.